في ربط بين الأحداث اللي بتتم على أرض العراق حاليا من تظاهرات ومن مطالبات شعبية وبين الأحداث اللي في المسرحية؟ نعم أكيد. نحن بصراحة قبل أن نأتي بيومين أو بثلاثة قد أضفنا الآن ما يدور من تظاهرات ووظفنا ذلك، هناك تظاهرات في العرض المسرحي، هناك احتجاجات، فلا بد المسرح أن يلاحق المجتمع اليوم والآن. فنحن اليوم في هذا العرض المسرحي أيضا من هذا المكان من مصر نقول نحن مع المتظاهرين ونحن مع ما يدور في المجتمع، فمن هنا قد وظفنا ما يدور في هذا العرض المسرحي. يعني يمكن احنا بنسجل يوم الخميس 23 النهاردة 24 الخميس 24 قبل المظاهرات الجمعة 25. فقول لي دايما الإبداع والمسرح تحديدا بيكون يعني بيستشرف المستقبل وبيبقى شايف الصورة كاملة، فتوقعاتك إيه اللي هيحصل؟ بصراحة يعني هناك سيكون هناك تغيير حتما، ربما هي الغصة الوحيدة، نحن الآن فرحون جدا لكن الغصة الوحيدة نحن بعيدين عن التظاهرات، كنا نطمح أن نكون هناك في العراق ونشارك أخوتنا بكل الأطياف الشعب العراقي حتى نكون مع التغيير ومع التصحيح المسارات التي الآن موجودة. نحن دائما بالفن نتفائل، فعلينا أيضا بالحياة أن نتفائل وإن شاء الله قادم أجمل. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق طبعا للشعب العراقي الحبيب ويتم تنفيذ كل مطالبه ويعني في طريق الإصلاح وفي طريق عودة العراق العظيم كما كان دائما صاحب الحضارة العريقة طبعا.